مرحبا، اليوم رح نعمل ضلع محشي عجل كون من كيلو ونص، بنقسم لنصفين. عنا كباية ونص رز ايطالي، عنا بهار فريش، ملح طبعا وقية على الخشنة، ربع كوب زيت نباتي. عنا المكونات، انت اي بتحبي المتوفر عندك، لوز، كاجو، انا حطيت هون صنوبر وشوية فستق حلبي. وهلا الطريقة نحن وعم نعملهم على الغاز، فرجيكم كيف عمل المكونات لحتى نحشي الضلع. هلا منقطبه من كل الميلات ومنخلي بس الميلة من هون المفتوحة اللي حنقدر نحشي في الضلع. بدنا نقطب هيك هيك ومنخلي هيدي الميلة، بقطب وبنرجع لكم. هلا استوت اللحمة، بنحط الرز، بنقلب لحتى شوي تستوي. وهيك عبينا الحشوة بقلب الضلع، هلا منكفيه تقطيب. وهلا هون احبائي خلصنا تقطيبها، رشينا بهار اسود عليها. هون لازم نحمي الطنجرة 3 دقايق لحتى نصفحها على نار عالية لتحتفظ بالعصارة وما تزت مي، ومنقلبها على كل الميلات. وبعدين بنحط لها مي سخنة، انا هون غالي المي بالطنجرة التانية ومجهزت لياها، ومنحط. وهون بلشنا نقليها على اول ميلة، وبعدين منقلبها على كل الميلات ومنحط لها مي سخنة غمرتها، ومنتركها شي ساعتين على الغاز. قبل ما تستوي بنص ساعة منحط الملح، علشان الملح اذا حطيناه اول شي بخلي اللحمة كتير قاسية. واعذروني على التصوير لانه اول فيديو بنزله على القناة. وهيك حبيباتي بصير عنا الضلع، بس طلعته من السلق لاني قليته بالطنجرة وتحمر، هيك مش محطوط بالفرن، بيطلع مقمر خالص محمر. وبتعملي حدو سلطة بطاطا بوريه